السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. بعد اذن حضرتك يا شيخ، وينفع ان انا احضر دروس للعقيدة مع واحد منتمي لحزب النور بس من غير ما انضم الاحزاب يعني فيها؟ ينفع بس يعني انتبه له يعني. ينفع. طب لكن نقول لحضرتك على اسم الكتاب اللي بيشرح منه؟ لكن انتبه له، لا اخشى يورطك في الحزب. لا لا، عبد الرزاق ابن همام الصنعاني. قيل له يا عبد الرزاق إمامك إمام سنة الإمام أحمد بن حنبل من شيخك، عن من أخذت هذا التشيع؟ قال جلست جعفر بن سليمان فأعجبني سمته فأخذت ذلك عنه. فانتبه بس، خذ منه العلم، لكن الحزبية لا تتحزب. لا، من دون انضمام شيخ. أنت مأخذ لكل مسلم، أنت أخذ لكل مسلم، لا تحجر نفسك مع حزب ولا جماعة. تمام. طب ممكن أقول لحضرتك على اسم الكتاب؟ لا ما تقوليش على اسم الكتاب، أنا ما أعرفش الكتب يعني. الكتاب إيه يعني؟ كتاب ربنا أخير كتاب. ماشي شيخ.